قلت له انا ترى اتعبك وما اتعب، قلت له فاني بهذا الموضوع ما اتطرقي. جاء قلت متملي من الكتل، جسمك اخذ على الكتل، قال ابغى اقتل بيك. المهم دا حكايه من حكايه من حكايه، ضربني بالمطبخ بكت خشمي طق دم. على الصياحيه جاء واحد من اصدقاء المطبخ جرة وخذ الاصالي، فكان يجرني يرجع علي، جرني من شعري وداني الاصالي. واحد ثاني قال لي عوفها مو قوه، قال لي اكو غيرها الف، المره ما تريد تمشي بهذا الطريق عوفها. تعرف بعد قام قدام اصدقاء هواي خلي تولي وما ادري شنو قام يغلط. عاد رحت انا طلعت من الصاله صعدت فوق، خابرت هذا الولد اللي وياي، قلت له حسين هيك وش صار وياي؟ قال اني جاي. اجوا ويا جماعتي يمكن ثلاثه من اربعه، صارت عركه بالبيت كل كبير. طلعوا الولد قاموا يخافون من الصوت ولا كانوا يشربون ويتعاطون، فطلعوا على السريع. وجماعة هذا ويا حسين هم طلعوا، فبقى رجلي وهذا الولد وياي، فبقوا يسولفون. قام يغلط علي هذا الولد، قال لي انت ما عندك غيرة، المفروض تحافظ عليها، المفروض تستر عليها، مو تسوي شيء هذا بالبيت. من عاد بيه الوقت قلت له بيدي، ما خلى احد يقتله. يعني انت ما له ضمانه لان هو لا ابد. ولو يرجع الوقت بيدي اقتله. هيك واصل المرحلة؟ اي مو بس قتله، والله سوي وصل وصل. وين وضع البنات هسه ورا ما هو انقتل وتي بالسجن؟ ها؟ ما اعرف. ما تعرفين اولادك وين هسه؟ ماكو مكان يروحوا له؟ اخذوهم عيالي بس ما اعرف عنهم ايش. طلعت القاضي قدم الطلب انه انت متهمه مجرمه ما لك اي حق. لا حتى المجرم هو له حق يجي احد من اسرته؟ ما حد يزورك لهنا ابد؟ كانوا يجوني اول فتره ورمان حكمت ولا ما حد. الان طلعت القاضي وتسمعني ست المدير تقول انت متهمه ما لك حق تشوفين اطفالك. قلت له بس انا يوم من حق اشوف بناتي ولد، قل ما لك اي حق. وقلت لك ارجع، واقول لك لو ارجع بيه الوقت مو بس اقتله، امثل بجوزته. يعني اثناء ما قتله والله واتمنى اكون تصوير موجود يراويك هذا الشيء، قعدت يم جوزته وتعذرت ساعه، تعذر منه وابكي. قلت له سامحني انه اني انه صار بك هذا الشيء وجوز بسببي، بس انت وصلتني لهذا المكان، وصلتني لهذا الطريق، ليه انا تحملت اذيته هواي؟ ما اقدر اذي بشر، بس هو اذاني هواي وجاهد. يعني اثناء ما مات رحت اجالي اسمعهم يسولفون يقولوا اخيرا خلصنا منه، يعني طفل حتى على ابوه ما يحب.